ظلت ترافقها من مرحلة ملكة جمال الأطفال حتى سيدة الشاشة العربية. حكاية القماشة التي تحصلت بها فاتن حمامة من الحسن، هربت خارج مصر خوفا من تجنيدها، تزوجت 3 مرات، باعت ممتلكتها. إنها الفنانة فاتن حمامة. شاهد بالصور أبناء الفنانة فاتن حمامة. وصلت إلى ساحة القضاء خلافات طاحنة بين فاتن حمامة والفنانة سعاد حسني والسبب محمود ياسين. يعتبر الحسن بالنسبة لعدد كبير من النجوم شيء مزعج، فإن معظمهم يؤكدون إيمانهم به ويعترفون بوجوده في حياتهم، وهذا ما يدفعهم لتحسين أنفسهم بطرق وأساليب مختلفة. تختلف طرق تعبير الفنانين عن التعبير عن تخوفهم من التعرض للحسد، حيث اتبع بعضهم العادات والطرق الغريبة. وقد لا يتخيل الكثيرون أن سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة كانت منذ أن كانت صغيرة وطوال مشوارها الفني تحتفظ بقطعة قماش خضراء اللون تضعها دائما في حقيبتها، وتظن إنها تجلب لها الحظ وتحصنها من الحسد. ولم تكن فاتن حمامة تذكر تاريخ وجود قطعة القماشة الخضراء في حقيبتها، لكنها كانت تذكر أن والدها كان يضع هذه القماشة في جيب مريالة المدرسة الخاصة بها، ثم في جيب الفستان الذي ارتدته وهي تشارك في مسابقة مجلة الاثنين التي فازت بها بلقب أجمل طفلة، ثم في جيب الفستان الذي ذهبت به للمشاركة في فيلم يوم سعيد، والفستان الذي ارتدته في فيلم رصاصة في القلب. وكان النجاح حليفها في كل هذه الخطوات، ولهذا آمنت سيدة الشاشة العربية بأن قطعة القماش تجلب لها الحظ. وظلت فاتن حمامة تحتفظ بقطعة القماش الخضراء ثم علقتها على باب شقتها، وكانت تقول إنها تمنع دخول الحظ السيء إلى منزلها، وظلت معلقة حتى وفاتها. ونجلتها أصرت على الاحتفاظ بقماشة والدتها طيلة حياتها. تركت لنا سيدة الشاشة العربية تاريخا حافلا بالأعمال السينمائية التي لا تنسى، وتم وصفها كواحدة من أكثر نجمات السينما العربية أنوثة وأناقة. يصف الكثيرون فاتن حمامة بأنها رمز لقوة المرأة. الفنانة فاتن حمامة لقبت بسيدة الشاشة العربية، ولدت في 27 مايو عام 1931 بمدينة المنصورة. اسمها الحقيقي فاتن أحمد حمامة. كان والدها يعمل موظفا في التربية والتعليم، ووالدتها ربة منزل. تقدمت والدة فاتن حمامة بإرسال صورة ابنتها إلى مجلة المصور لاختيارها في مسابقة أجمل طفلة، لكنها لم تفوز باللقب وفازت باللقب الوصيفة. غضبت والدتها بشدة لأن ابنتها لم تفوز باللقب، وقررت أن ترسل صورتها لمجلة الاثنين بزي ممرضة. وعند التقاط الصورة قالت والدتها: قدامك عيان دلوقتي يا فاتن. لتنزل الدموع من عين فاتن فتلتقط الصورة. عندما رأى المخرج محمد كريم صورة فاتن حمامة في مجلة الاثنين انبهر بها، وأرسل لوالدها يطلب منه مشاركتها في دور في فيلم يوم سعيد أمام محمد عبد الوهاب الذي كان يشرف بنفسه على اختيار الممثلين، فانبهر بها وشاركت في الفيلم بدور أنيسة. حصلت الفنانة فاتن حمامة على أجر قيمته 10 جنيه. قام المخرج محمد كريم بإبرام عقد مع والدها لاحتكارها لمدة 5 سنوات. قدمت معه ثاني أفلامها رصاصة في القلب وفيلم دنيا، لتنطلق بعد ذلك نحو عالم النجومية، وتنتقل الأسرة من المنصورة إلى حي عابدين بالقاهرة تشجيعا منها للفنانة الصاعدة لتنضم إلى المعهد العالي للسينما عام 1946. شاهد بالصور أبناء الفنانة فاتن حمامة. في جنازة الفنانة فاتن حمامة ترقبت أنظار الحاضرين رؤية ابني الفنانة المصرية الراحلة فاتن حمامة، وهما نادية ذوالفقار من زوجها الأول المخرج عز الدين ذوالفقار، وابنها طارق عمر الشريف من زوجها الثاني الفنان عمر الشريف. نادية حضرت العزاء لكن لم يلاحظها أحد لعدم ظهورها منذ فترة كبيرة في وسائل الإعلام، ولم تستطع الكاميرات وعيون الحاضرين الوصول إليها رغم مشاركتها في جنازة والدتها. وسافرت صباح اليوم الثاني إلى العاصمة البريطانية لندن حيث تقيم. أما طارق عمر الشريف فشارك في الجنازة أيضا حيث عاد من باريس، لكنه اختفى عن الأنظار ولم ينتبه إليه أحد خلال مراسم التشييع. يذكر أن الفنانة فاتن حمامة أنجبت ابنتها الأولى والكبيرة نادية من زوجها المخرج عز الدين ذوالفقار، وكانت نادية وحتى آخر ظهور إعلامي لها تشبه والدتها إلى حد كبير. وكانت الفنانة الراحلة قد فاجأت جمهورها بمشاركة ابنتها الصغيرة في فيلمها موعد مع السعادة، والذي شاركها بطولته الفنان عماد حمدي. وأبهرت نادية الجمهور بأدائها الطفولي البريء، إلا أنها لم تظهر في السينما بعد ذلك، وبررت سيدة الشاشة العربية ذلك بأنها خشيت على ابنتها من أجواء الشهرة في الطفولة والتي عانتها وهي صغيرة
ومن بعدها اختفت نادية تماما حتى كبرت واستقرت في لندن. أما طارق فهو ثمار علاقة الزواج بين الفنان الراحلة والفنان عمر الشريف عام 1955، وعندما ولد ابنها طارق كما ذكرت صحف مصرية في الخمسينيات لم يعرف الفنان الكبير بموعد ولادته، حيث كان في رحلة عمل في تونس، وعندما أخبروه أرسل برقية تهنئة كتب فيها: أرسلوا إلي التفاصيل حالا. وعلى الفور أرسلت ليلى شقيقة فاتن حمامة له كل التفاصيل. وفي ليلة ولادة طارق أجرت إحدى المجلات حوارا مصورا مع سيدة الشاشة العربية، أكدت فاتن خلاله أن ابنها طارق هو أجمل طفل بالعالم على الرغم من عدم وضوح ملامحه، إلا أنها بعد ذلك حرصت على الحفاظ على عدم ظهور ابنيها في الحفلات واللقاءات العامة خوفا عليهما من الشهرة. طارق يعمل حاليا كرجل أعمال في العاصمة الفرنسية باريس، يبلغ من العمر 59 عاما. يقول إنه ترك مصر وكان عمره 8 سنوات، حيث قضى حياته بين بلدان عدة منها كندا وإنجلترا وفرنسا، وله ابنان، الأكبر يبلغ من العمر 29 عاما والآخر 12 عاما. طارق شارك في دور صغير مع والده في فيلم دكتور سيفاجو، وقال في تصريحات صحفية: مثلت في فيلم آخر وكنت وقتها في سويسرا أدرس، واتصلوا بفاتن حمامة واستأذنوها أن أصور يوما واحدا في الجبل، واعتقدت وقتها أنه برنامج تلفزيوني فوافقت، لكنها اتصلت بي بعد حوالي 3 أسابيع فوجدتني لا أزال في التصوير، فتحدثت مع المخرج والمنتج وقالت لهم لابد أن يعود لمدرسته حالا حتى أنقذ والدي الموقف واستكملت التصوير، لكن الفيلم لم يرى النور. أما نادية ذوالفقار فولدت عام 1948 وظهرت مع والدتها الفنانة فاتن حمامة وهي طفلة في فيلم موعد مع السعادة الذي شارك في بطولته عماد حمد وعبد الوارث عصر وحسين رياض، وظهرت وهي شابة في فيلم حكاية وراء كل باب وفيلم ضيف على العشاء. ومع وفاة الفنانة فاتن حمامة انتشر اسمها بكثرة بسبب تصريحاتها عن دفن والدتها وإقامة العزاء، حيث أنها رفضت إقامة أي عزاء استجابة لوصية فاتن حمامة. في بداية الستينات سعى صلاح نصر لتجنيد الفنانة فاتن حمامة مثلها مثل فنانات كثيرات، لكنها رفضت جميع المحاولات كما أعلنت الفنانة فاتن حمامة في مذكراتها، حيث هربت خارج مصر خوفا من تجنيدها وباعت كل ما تملك ولم تعد إلى مصر إلا بعد وفاة جمال عبد الناصر. الخلاف بين النجمتين سعاد حسني والفنانة فاتن حمامة بدأ من بعض النقاد والصحفيين بعدما حصلت فاتن حمامة عام 1996 على لقب نجمة القرن العشرين، إذ اعترض البعض ومنهم جمهور سعاد حسني الذين قالوا إن هذا اللقب استفزهم. وفي عام 1971 قدمت النجمة الراحلة فاتن حمامة واحدا من أشهر الأفلام التي قامت ببطولتها وهو فيلم الخيط الرفيع أمام الفنان الصاعد وقتها محمود ياسين. كواليس هذا الفيلم شهدت أيضا حربا طاحنة كانت طرفها فاتن حمامة والنجمة سعاد حسني، وتفاصيل الواقعة تقول إن المنتج رمسيس نجيب كان يرغب في التعاون مع فاتن حمامة، فعرض عليها أكثر من قصة فردت عليه بأن هناك قصة لإحسان عبد القدوس ترغب في تمثيلها. هذه القصة كانت قصة الخيط الرفيع، وأبلغها رمسيس نجيب بأنه اشتراها فعلا من إحسان عبد القدوس. وبمجرد إعلان رمسيس نجيب خبر الفيلم الجديد فوجئ بعريض الدعاوى قضائية تصله، كانت الدعاوى مرفوعة من المنتج صبحي فرحات على أساس أنه اشترى القصة من جمال الليسي الذي كان قد اشتراها من إحسان عبد القدوس. شهدت ساحات المحاكم سجالا قضائيا بين رمسيس نجيب وصبحي فرحات، إلا أن إحسان عبد القدوس طالب بسقوط حق صبحي فرحات في القضية بعد مضي 5 سنوات على شرائها دون إنتاج. صبحي فرحات قرر أن ينتج الفيلم في لبنان على أن يخرجه عاطف سالم وتقوم ببطولته سعاد حسني، لكن إحسان عبد القدوس استصدر أمرا بإيقاف الإنتاج في لبنان، حتى أعلنت سعاد حسني عن عدولها عن القيام ببطولة الفيلم على أساس أنه لا يعقل أن تنافس فاتن حمامة.